السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بكم ومعكم موعد معركة بين السطور. أنا أعتذر عن الخلل الفني اللي حدث في الحلقة الماضية والذي لم نتمكن منعنا من اللقاء بكم، وإن شاء الله نكون دائما في الموعد لخوض هذه المعركة، معركة الوعي. الحقيقة دائما نقول ولا نهاب أحد ولا نخشى في الله لومة لائم، أن معركة الوعي هي لتسليط الضوء على ما يحاك ضد هذه البلد من مؤامرات. الأسبوع الماضي كان موضوع حراك اللي خرج به الشيخ أبو عبيدة شعبان هدية، الدكتور شعبان، وإحنا الحقيقة تأكيدا للمؤكد أننا الشيخ شعبان رغم أنني ممكن ملتقي مرة أو اثنين في حياتي، لكن لا يستطيع أحد أن يتكلم في أخلاق الشيخ، ولا بالعكس ما نسمع عنه إنه من أنعم وأكرم الناس، والحقيقة ورجل ذو خلق ورجل محترم، ولكن هذا الاحترام وهذه الأخلاق والتي لا يمنع من انتقاد الأداء. نحن عندما ننتقد فنحن ننتقد الأداء، زي لما ننتقد أداء الحكومة ننتقد أداء، لما ننتقد وزير معين فنحن ننتقد الأداء. نحن لا قدر الله نطعن في أخلاقه ولا توصل بنا أن نتكلم على نواياه، ولا لكن الخطأ زي ما يقولوا النوايا الحسنة لا تبرر الأخطاء. أحفظوها، النوايا الحسنة لا تبرر الأخطاء، وما فيش إنسان معصوم. وعندما قلنا أن نحن ضد هذا الحراك لأن أمامنا عدة نقاط غير مفهومة وغير واضحة واتضحت يوم الحراك. أولا أنا عني شخصيا أني رأيت وأنا أحسب نفسي متابع بشكل جيد جدا أن كثير من الصفحات المعادية للبلد والمعادية لأمن البلد واستقرار البلد والمعادية لفبراير والمعادية للناس الطيبة والمعادية للأحرار والمؤيدة للاستبداد والمؤيدة للديكتاتورية والمؤيدة للظلم والمؤيدة للقتل والمؤيدة للدمار متحمسة للحراك، فهذا يجعل علامة استفهام واحدة. ولا تطلب مني اني تقولي كيف احنا ايه؟ لا انا عارفك يا اخي الكريم انك ضد كل هذه الصفحات، لكن مجرد تأييدها انا يخلق عندي علامات استفهام كثيرة. ثانيا لما سألنا على التنسيقيات، طيب التنسيقيات اللي ذكرها الدكتور شعبان ربي يحفظه، تنسيقيات في غرب طرابلس وفي شرق في كل المناطق، يوم الحراك لم نرى أي تنسيقية حركت ولا نعلم من هم على رأس هذه التنسيقيات. فأنت ما تطلبش مني أني ننضم لمشروع ولا نبارك مشروع ولا ما ننتقدش مشروع معالم ما هيش واضحة عندي. بكل هدوء، لأن الحقيقة الحراك فيه كثير من أصدقائنا وناس طيبة ونحييهم في هذه الحلقة وفي هذه الأمسية، لكن هذا لا يعني، ربما أنتم الصورة مش واضحة، ربما إحنا عندنا معلومات أنتم ما عندكمش. فسؤال بسيط، اتصلوا بي كثير لما قلت لهم طيب سموا لي الأخ اللي يتكلم معي وهو دكتور في الجامعة للأسف،
قلت له طيب يا دكتور أني سمي لي رؤساء تنسيقيات، مش مرات أني أنت أني مو نعرف المناطق أكثر منك، وأني على تواصل مع الناس أكثر منك، وأني هذه متأكد منها. فممكن تقول لي منو رؤساء التنسيقيات؟ تو يقول لك لا والله قال لي الناس اللي ما... يا اخي ارجوك سؤال محدد، من هم رؤساء التنسيقيات؟ اما لا تطلب مني اني نمشي معاك في مشروع عمياني، يعني ما هناكش هذه، ما تحلمش بها بكل، يعني ما نتبعوش تبع، يعني قصه ان احنا نتبع ونلحق الحوق هذه ما هناش بكل، والله مشروع ما نكونوش في نصه لو تلحس ودنك. بعدين قالوا لي عليه موقف الشيخ الصادق، قلت له موقف الشيخ الصادق هذه المنطلقات واضحة جدا، الشيخ ما دسهاش، واضحة من الناحية الشرعية الأمور واضحة ما فيها شيء نقاش. وبعدين أنا أتحدى على الهواء مباشر أي واحد طلب لقاء الشيخ الصادق ولم يتمكن على الهواء مباشر، أو خذوها مني، أي واحد يقول لكم إن حاول التواصل مع الشيخ عاد إلا ماشي يدور في تراكين تانية، الشيخ مكتبة ومدير مكتبة قصة بنقولها والله العظيم ما يندري علي أنني بنقول الكلام هذا، خذوها مني وأقسم بالله العظيم لا دورت ولا استشرت أني إن ابن الشيخ الدكتور سهيل عنده علاقة بمواعيد الشيخ ولا يقدر يمنع حد ولا يقدر يقدم حد، هذه فوتوها. الشيخ عنده مدير مكتب، عنده ستاف كامل في مكتبة كمفتي البلاد، ما في شيء مشكلة. تبي تمشي للشيخ في حوشة برا للشيخ في حوشة، حوشة معروف لا عليه حراسات ولا عليه ولا عنده هيلمان ولا بهرج، الشيخ اللي نعرفوه من 1990 و91 الى هو اليوم نفس البروتوكول ماشي عليه ونفس الطريقه ونفس كذا. انت حاجه رسميه تمشي لمكتب الشيخ، اما ان يطلعوا لك وحدين. الان انا شفت بعض التعليقات وبعض الرسائل الصوتيه وبعض الواحد، هذه تفهم وهذا كذب، وانا اتحداهم ويطلع معي على هواء مباشره ويقول لي أنا أقسم بالله العظيم إذا اتصل بي أي واحد وقال لي أنني حاولت نتصل بالشيخ وحاولت نتواصل معه ولم أتمكن أنني سأفضح هذا على الهواء مباشرة، ومش حنشاور الشيخ أو من الآن نقولها لكم. لكن الكذب لا، لما يتورطوا يقول لا والله ما حاولنا الاتصال بالشيخ. بدون حاولت الاتصال بالشيخ، كيف انت حاولت الاتصال بالشيخ؟ انك كلمت فلان الفلاني فلان الفلاني ما يخدمش في مكتب الشيخ، ومرات هو اساسا ما توصلش، ومرات ما نقلش الرساله، ومرات اما الشيخ مكانه معروف ومكتبه معروف وعنده سكرتيريا وعنده مدير مكتب وعنده شباب ما شاء الله ومشايخ فضلاء اعزاء تتواصل معهم. وبالعكس يوم إذا في شخص معين سمي لي يقول لي فلان الفلاني حاول اتصال بفلان وكلم فلان وما ردش عليه، هذاك الوقت حاضر هاي تبوش بعد هيك. ولذا كفاية لما تورطوا ولما تديروا عملة هيك كبرها تنوضوا تطلعوا بأقلام حتى أحيانا أسماء مستعارة وتقعدوا تتكلموا. نرجع للحراك، إذا قلنا راهو ماهوش القصد الطعن في الشيخ أبو عبيدة دكتور شعبان هدية، ما علمنا عليه إلا أنه كويس، لكن يا إخوانا مش براو الخلق والعلم والأدب والاحترام، هذا جانب. لكن السياسة وخاصة احنا مخابرات دول أجنبية وناس شياطين يلعبوا بالبيضة والحجر ويعني وبالتالي أحيانا تغيب عليه أشياء. لما نقوله احنا ضد هذا الحراك مش معناها طعن في فلان ولا علته، لا، لكن احنا نقول ان فلان اخطا في هذا الموضوع، شني ملائكة ما يخطيش ولا فهم، وخاصه انه لا صفه له. الشيخ شعبان هدي ما عندهش منصب، ما عندهش
مثلا الشيخ شعبان كان غايب فترة طويلة عن البلد، ربي يحفظه، نتيجة الظروف الخاصة ونتيجة الظروف اللي مرينا بها كلنا، حتى احنا قعدنا فترة فبعد الصخيرات وبعد كذا، وبالتالي في أشياء كثيرة تغيب عنا. الصراع هذا اللي صاير في البلد وهذا لفترة الشيخ، واحنا ما شفناش. يعني زي ما قلت لك، لما كلمني المحترم هذا صديقنا قلت له يا سيدي سمي لي التنسيقيات او نبدو من الالف باء، مش انت؟ قال لي لا. بعدين قال لي تو نرد عليك، والله ما رد علي، والله ما يعرف اسم تنسيقي. يعني كيف يعني؟ وبعدين يوم الحراك ثبت ان ما طلعوش الا جماعه اللي يبوا، والله هو حديث طويل خليني احكي لكم. قلت له تو احنا بنطلعوا في طرابلس لنفرض وبنسقطوا حكومه الوحده الوطنيه لنفرض، باهي جماعة بنغازي وجماعة المرج وجماعة البيضة وجماعة طبرق بيطلعوا لإسقاط البرلمان وإسقاط الرجمة. قال لي أكيد. قلت له مالا يا سيدي، أو خليني نقول لك، إذا طلع واحد في المنطقة الشرقية معناها أني ما نعرفش، ومعناها أنتم الصادقين وخذوها منا معاش نتكلموا معاكم في شيء. لكن إذا أنتم خرجتم والمنطقة الشرقية ما خرجتش، بالله راني في المرة القادمة بتكلمني ونقول لك يا أخوي بالله قعمس في حوشك وارتاح. معليش يا دكتور، لأن أنتم مضحوك عليكم. كيف؟ قلت له هذا الكيف، معناه أنتم ما تعرفوش اللي صاير، معناه أنتم مغيبين، معناه. والحمد لله هاكم شفتوا النتيجة، طلعوا اخواننا والذين لا نطعن في نياتهم، بالعكس وانا ضد الطعن في النيات في صفوف الاحرار والشرفاء، وما نبوش تقسيم اكثر من التقسيم. لكن يا اخوي لما يبدا مضحوك عليك، ولما يبدا يبندرولك، ولما يبدا يعطوك في الكلمات الحلوه وبعدين علشان يخدموا بيك وعلشان يطلعوك، وما تقوليش لا اني ما يخدموش بيا، راه ما فيش انسان معصوم. لكن المنطقة الشرقية ما طلعتش فيها حتى نفرين، نفرين وين غير المنسقين؟ لو طلعوا المنسقين بتاع اللي سميتوهم انتم لكان كافي، لو طلع كل واحد وعائلته رانا قلنا لكم والله برافو صح عليكم. فبالله الموضوع واضح وارجو ان نعتبر منه، راو الامور متابعة بشكل جيد، وراهو اللي يظن ان الدولة راقدة فنقول له لا، راي الدولة مش راقدة، وراهو حتى اجتماعات المرابيع الصغيرة اخبارها تجي. قال حياة امي رحمة الله عليها تقول في كلمة مانيش عارفها، لا حديث لا قول مأثور، شن يخفى يا رسول الله شيئا ما يكون. زمان لما يجونا أصدقائنا واحد يقول لي تسمع في هدرزتنا، تقول لي خيركم ما تريحوا روحكم، خيركم ما تدووا دوا باهية، توا هذه كلها شن يخفى يا رسول الله شيء ما يكون. يعني ماذا يخفى يا رسول الله؟ قال شيء ليس له وجود. يعني كل اللي تقولوه واللي تقولوه يوصل ويوصلوا، تقصد الشواشيد علي قولتها الله يرحمها رحمة واسعة، ووالدينا ووالديكم. فالشهد ان راهو الناس تتواصل والناس كذا، وبالتالي ما قال سماحة المفتي ربنا يحفظه ويطول عمره ويمتع بالصحة والعافية، قد لخص كل شيء. ترى اعطوني يا شباب جزء من كلمة سماحة المفتي نفتتح بها هذا اليوم المباركين. هذا الحراك الذي سمى نفسه الانتفاضة لحصل الحسم والتغيير لإنقاذ ليبيا، من يسمع بعض بياناته المسموعة يستوقفه ويتعجب من عدة أمور.
الأمر الأول أصحابه غير معروفين، مجاهيل، هويتهم مجهولة، لا يعرف من صاحب هذا المشروع. تنكر، عدم إفصاح عن أنفسهم، وهذا في حد ذاته يضع عشرات علامات الاستفهام والتعجب. مشروع عريض كبير يترتب عليه دماء وانتهاك حرمات وأعراض وتغيير حكم، ولا يعلم إلا الله ماذا سيتطور إليه. أصحابه غير معروفين. وإذا أردنا أن نطبق على ما سمعناه منهم وهم غير معروفين، إذا أردنا أن نطبق عليهم القانون الشرعي، وبخاصة هم يتكلمون في بياناتهم على المرجعية الشرعية، وأنهم يريدون أن يرجعوا بالبلد إلى العدل والحكم الشرعي الصحيح والقيم ومحاربة الفساد وما إلى ذلك من الكلام الخطابي الإنشائي، اللي هو رصف لكلام دون معنى. إذا أردنا أن نطبق المعيار الشرعي الذي هم يشيرون ويلوحون به في بياناتهم، فإن هذا المشروع ينسف جملة وتفصيلا، لأن صاحبه مجهول الذات. الحكم الشرعي فيما من يأتي بكلام من شخص غير معروف، قال لبالك جهالة، جهالة الذات، جهالة الذات في الرواية وإلا في الحكم وإلا في الشهادة لا تقبل، ساقطة عند جميع أهل العلم الشرعي والرواية. الكلام كلام سماحة المفتي تفصيلا انتشر بصورة كبيرة وكلامه واضح جدا. لما يقول من ناس مجهولين، مش معناه أبو عبيدة الدكتور شعبان، لكن ما اعتقدش أن المشروع وراه هو بروحه، وراه الناس الأخرى من وراه، يعني القوة الحقيقية اللي من وراه يعني لازم تكون معروفة، وإلا هذا الدكتور شعبان في الواجهة، لكن من وراء المشروع الحقيقي هذه الجهالة اللي يحكي عليها الشيخ. واضح الكلام، واللي يعرف مفاصل الكلام واضح كلام الشيخ. لكن أريد أن أؤكد أن دائما سماحة المفتي يكون في الموعد، ربي يطول عمره ويحفظه، ودائما يعني الحمد لله الكلمة اللي دائما الناس تثق فيها، واللي دائما الناس تستأنس بها، ودائما الناس تقف عندها، هي كلام سماحة المفتي. وهذا الحقيقة يعني خيرك خير كبير وعظيم جدا، إن الناس يعني سواء في كل الأمور يلف ويلف ويقول لك شن قال الشيخ، شن بيقول الشيخ، زعمك شن رأي الشيخ، بغض النظر عن التافهين والتافهات اللي، لكن الناس اللي رايها معتبر، والناس اللي رايها والناس اللي لها وزن، والناس اللي تحركها ولا كلامها يعتبر، دائما الحقيقة تنتظر في كلام الشيخ وتاخذ به. وهذه يعني مسألة يجب أن ننوه لها، وأن الشيخ يعني ربي يحفظه ويطول عمره يعني رمز ومرجعية لأغلب الليبيين،
وإن البعض لم يصرح بذلك، ولكن والله العظيم لما تشوفوا يعني بفضل الله عز وجل كلام الشيخ في أي قضية وتشوف ماذا لأن الناس أصبحت عندها ثقة في كلام الشيخ إن لا يتحرك ولا يقول ولا يخشى في الله لومة لائم، ما يتحركش من أجل مصلحة شخصية لا قدر الله ولا شيء، وإنما هي البوصلة متاعها واضحة جدا جدا جدا، بوصلة من قبل من أيام القدافي لما الكلام ليه أثر، وفي بداية فبراير من داخل طرابلس لما الكلام فيها تطير الروس، مش تو الكلام سهل والمواقف سهلة وكلها أصبحت فرسان بفضل الله عز وجل. وهذه النقطة الحقيقة يجب أن يعلمها الجميع ويجب أن تكون في ذهن الجميع، علشان لما الناس بتدير مواقف ولا بتتبنى مشاريع ولا يعرفوا أهل الحل والعقد في البلاد. النقطة الأخرى اللي أثرها كثير من الإخوة معي هو الموقف من حكومة الوحدة الوطنية. الموقف من حكومة الوحدة الوطنية يا جماعة موقف واضح، وقلناه ونقوله وسنقوله، أن حكومة الوحدة الوطنية من اللحظة الأولى قالت انتهي زمن الحروب. وأنا أؤكد لكم أن موقف حكومة الوحدة الوطنية لن نسمح باقتتال الليبيين بين بعضهم، واحدة. اثنين، أننا نريد انتخابات ولا نريد مراحل انتقالية أخرى، لأن الناس فدت ومقدرات البلد ضاعت، معاش نبوا مراحل انتقالية أخرى يا رجل. نريد أن نذهب إلى الانتخابات مباشرة. ثالثا، إن الحكومة قدر الإمكان موسعة بالها، يعني رغم المؤامرات ورغم كذا، لكن الحمد لله يعني أنا لم أرى وأتحدى أي إنسان، رغم أني بصراحة في مواقف والله أنا تعجبني المفروض يكون الحاسم أكثر منك، لكنها غير استئصالية. مقابل حفتر هاكم تشوفوا فيه استئصالي إلى درجة غير رهيبة جدا. خليكم الكلام اللي يقول فيه نائب رئيس الوزراء شو اسمه أبو جناح إن صدام طيب، حتى المفروم طيب والراوخ طيب وكلها طيبة، عرفت؟ منو اللي هجم على طرابلس ومنو اللي أخفى سهام سرقيوه؟ شنو هالعبط اللي احنا فيه؟ شنو هالدروشة هذه؟ شنو يعني شيء، لكن الله غالب هذه الثقافة الموجودة، راي هذا التفكير الموجود. تشن الحروب شنيت هني تاني اللي لبس بدلة عسكرية ومداير كتائب أمنية، تاني اللي مداير هيئة الاستثمار العسكري ونهرب في الخردة ونهرب في كذا، تاني هذه تقارير دولية مش تقارير ليبية، تاني اللي جبت الفاغنر، تاني اللي جبت الجنجويد. تشن لما يطلع نائب رئيس وزراء يدره الكبد يعني، مش عارف أني حتى السياسة مش هيك السياسة، رأوا بالك يحسبوا أن السياسة أنك لا السياسة مش هيك غالط، رأوا اللي مفهمك أنك تكون سياسي ولا لا والله العظيم السياسة ما هي هذه، يقول عليها دروش، يقول عليها عبط، يقول عليها أي شيء آخر. وبالتالي نعيد ونكرر، حروب معاش في حروب ما تطمعوش بها، راهو اللي توا قاعدين زوق سيارات من هنا، اشري دور ذخيره من هنا كذا، الحروب فوتوها. الليبيين معاش نبوا حروب ومعاش نبوا الا الانتخابات، واللي واقفين في وجه الانتخابات هم اللي في السلطه الان. وهذه قالها انا احترمت حسين القطراني اللي هو نائب دبيبة لما قال اللي في السلطة كلهم ما يبوش انتخابات، حفتر ما يبيش انتخابات لأنه عارف روحها الانتخابات، هو الآن هاي محاكمات ليه شرق وغرب، مجلس النواب قالوها هم ما قلتهاش أنا، قالوا احنا تبونا نسلمو لكم هالبوبة اللي احنا فيها والله دون هالموت،
ومجلس الدولة هذه قالها المشري بروح، وقلتهاش ما تطمعوش بها، أو بينحوه حتى مجلس الدولة، أو بنقول لكم حتى رئاسة مجلس الدولة ما عاش يطمع بها خالد المشري، مش نكون واضحين. وتو يشوف رئاسة مجلس الدولة فوتوها إن بيجددوا لخالد المشري، هذه مهناكش بكر يجيب فلوس من مصرف البيضة التجاري في البيضة، يجيب 40 مليون، يجيب كذا، معاش فيه تجديد لخالد المشري، أصبحت أضحوكة حاجة اسمها مجلس الدولة. وفي الأخير الكلام اللي نحكو فيه إحنا بالكامل أيدة باتيل. المشكلة إن أعضاء مجلس النواب أو من يدور في فلكهم يظنوا إن العالم راقد على ودانه، إن ما همش عارفينهم وما همش مكتشفينهم، مع أني نيب بصراحة وأكد أن الحل في يد الشارع الليبي. وهذه الحقيقة قالها بدر النحيب وهو صادق فيها وصح عليه، لما قال الشارع كان ما يبيناش يطلع ضدنا بالفعل، لأن الشارع راقد واللي يصير فيه شوية. لكن سواء البعثة الأممية، سواء الخمسة الكبار، سواء البيان الخماسي، كلها واضحة أن ما يسمى بمجلس النواب وما يسمى بخارطة الطريق وما يسمى بهذه الحركات اللي يديروا فيها هي لتقاسم الكعكة. راهو اللي قال باتيلي يعني كلمة في الصميم. وللأسف احنا مقايلين الحمد لله رب العالمين في هذا البرنامج قلناها وسنقولها وسنعيد، لكن العيب علي ما سمعناه الصوت. ترى بالله يا شباب اعطوني كلمة باتيلي. This country cannot be rebuilt, cannot be prosperous on the basis of endless interim arrangement, endless interim government. ولا يمكن أن يعاد بناء هذا البلاد وأن تزدهر هذه البلاد بوجود ترتيبات انتقالية لا نهاية لها وحكومات انتقالية لا نهاية لها. This is why I tell all the leaders, do you want to be history to record you as one leader who has contributed to the unity of a country, or a leader who has continued the division of the country, the conflict in the country? ودائما حين أخاطب القيادات في البلاد دائما أقول لهم هل تودون من التاريخ أن يذكركم على أنكم قيادات ساهمتم في وحدة البلاد، قيادات أسهمت في استمرار الانقسام والنزاع في البلاد. New Libya can come only through an electoral process where members of parliament will be elected, where a president will be elected in a transparent and inclusive manner. ولا يمكن لليبيا الجديدة أن تبنى سوى عن طريق عملية انتخابية حيث يتم من خلالها انتخاب أعضاء البرلمان وانتخاب رئيس الدولة على نحو يتسم بالشفافية والشمول. Those who want just a new arrangement for a new interim government just to share the cake of the nation are out of touch with the history of Libya. The Libyan citizens have enough of that. وكل من يريدون ترتيبات جديدة انتقالية وحكومات انتقالية لا يريدون ذلك سوى لتقاسم الكعكة، وسوف يذكر التاريخ لهم ذلك. أحسنت الحقيقة، يعني الكلمة واضح أن من خلال لقاءه هو سماهم القيادات، ولكن صراحة كلمة قيادة هلب عليهم، لأنهم عبارة عن مجرمين، لأنهم لا يمثلون أي شيء،
والله غالب، الله غالب، يعني خلوة نجع. وللأسف إعلام اشتغل بطريقة خبيثة جدا، وشعب اشتغلت عليه مخابرات دولية بحيث للأسف وضع أمثال هؤلاء في المقدمة. شفتوا قال لك أن لا يمكن أن تبنى ليبيا إلا من خلال عملية شفافة، انتخابية شفافة، وأن الناس تنتخب قياداتها، واللي يدعو لحكومات أخرى هم ناس تدعو إلى اقتسام الكعكة. وهذا بالله كم قلنا مرة، بالله في هذا البرنامج كم قلنا مرة، وضحنا بالصوت وبالصورة وبالدليل أن هؤلاء عقيلة صالح ومجموعته والمجلس الدولة خالد المشري، لأن مجلس الدولة والله في ناس طيبة وفي ناس مساكين، الله غالب، وكالة عيش، وكل واحد وظروفه. أنا لا ألتمس لهم الأعذار، ولكن لأني نعرف الحقيقة، نعرف الحقيقة، ومع أني دائما راني ننزل فيهم ونقول لهم على الأقل استقيل، لكن للأسف الشديد هذه ناس تتقاسم في الكعكة. وكل الناس اللي ماشية اللي يبوا الانتخابات، ما يبوش انتخابات ويبوا حكومة، والله ناس تبي تساهم في اقتسام الكعكة ليس إلا، وهذا الحمد لله. وطبعا الدول الخمسة، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وأمريكا، بيانها واضح جدا. الأزمة وين؟ إن المخابرات المصرية هي الوحيدة اللي قالت لا 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 لا، البرلمان جنين وخارطة الطريق بتاع عقيلة كويس. واضحة، واضحة جدا الموقف المصري، واضحة بشكل كبير جدا الموقف. ما فيش دولة تكلمت، لا إمارات لا سعودية لا قطر لا تركيا لا شيء، المصريين الوحيدين. مش لما نتكلم هني ونقول لكم، يعني تعرفوا الموقف المصري وتعرفوا انهم عدو. الان الحكومة المصرية عدو واضح بين، ما فيش نقاش بكم، للانتخابات ولعملية تجديد. الحكومة المصرية الحالية عدو للانتخابات وعدو لتشكيل، لان ليبيا تستقر وتستريح وفق حكومة منتخبة من الشعب الليبي، وبرلمان منتخب من الشعب الليبي، لأن لن يجدوا مثل عقيلة صالح ومثل حفتر يعني يطبق أجندتهم ويأتمر بأوامرهم. والحلقة اللي فاتت ورينا لكم أنتم ديما، لأن الزمار الحي لا يطرب، ديما لازم نورو لكم، نجيبو لكم، جبنا لكم الأخ السوداني اللي يوضح لكم كيف حفتر قاعد يشتغل مع المخابرات الأخرى لضرر ليبيا ولتقسيم ليبيا ولإنهاك ليبيا. لكن للأسف كثير من الناس لا يعقلون، كثير من الناس لا يفهمون للأسف الشديد. أعطوني بالله شن قالوا أعضاء مجلس النواب على موضوع الحكومة هذه، ترى أعطوني متاع الشيطان هذا. سعيد مغيب، أعطوني يا شباب، هذا عضو مجلس النواب. أنا في الحقيقة مع أي شيء يبعد حكومة دبي من المشهد، أي حاجة تطلع دبي من المشهد السياسي أنا معه بقوة، لكن مع أني بصراحة لن أجد أفضل من الحكومة الحالية الموجودة الآن، الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد. حكومة ما تقطعنيش يا أستاذ، حكومة السيد أسامة حماد حقيقة حكومة تعمل بقدرات شاب طموح ويعمل في كل مكان الآن، فلن نجد حكومة أفضل من الحكومة. لكن أيضا مع أن يبعد دبيبة بأي شكل من الأشكال، تحالف مع مجلس الدولة، تحالف مع أي كان، حتى مع الشيطان استغفر الله العظيم، من أجل أن يخرج هذا المبتذل. توا لما هذا المخلوق، هذا الشيء اللي كان يتكلم وبهذا الأسلوب، هذه حلفاء الشيطان، يتكلم بهذه الطريقة على حكومة الوحدة الوطنية، انتقد حكومة الوحدة الوطنية زي ما تبيها، فيش حد فوق النقد. 17 فبراير حرية كاملة. لكن لما هذا يقول لك هكي، تو تبين احنا نوقفوا معاه،
هذا ما مقايلكم عليكم إن إحنا نوقف ضد حكومة الوحدة الوطنية لأن ونوقف مع الشيء اللي كان يتكلم هذا اللي بيتحالف مع الشيطان. عارفين ليش ولا؟ لأن حكومة الوحدة الوطنية سكرت الشيشمات، لأن حكومة الوحدة الوطنية أنت قول اللي تبي أنتقدها، أنا مش ضد أنها تنتقد، بالعكس خذ راحتك، هذه فبراير، هذه ماتوا من أجلها رجال، حرية الانتقاد. لكن لما تكلمني، ما هو الناس كثير يتصلوا بينا ويكلموا فينا، أنت دائما أبعث له الفيديو هذا، قول له هل تبيني نوقف مع الشيء اللي كان يتكلم هذا اللي قال لك أهم شيء تحت حكومة شنو؟ دبيبة طايح في زرعك، حكومة دبيبة طايحة في زرعك، شنو أنت، شنو اللي خليك تتكلم بهذه الحدة؟ ما هو أنت أعطيتها ثقة حكومة الوحدة الوطنية؟ لو فازت قائمة عقيلة وبشغة، زعمك حيكون هذا موقفكم؟ شوفوا بالله هذا. وبعدين هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل هذا برلمان يسكت عليه؟ هل هذا منطق برلماني؟ راني يعني مش ضد أنك تنتقد الحكومة، بالعكس، لكن هني أنك أنت تكون في خندق واحد مع هذه الشكلات، هني ستوب، لا أفوق منها تكلم فيها، لا 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 لا، معناها أنت دايخ، أنت ماكش عارف وين تعرف فيسبوك. أعطوني يا شباب الشخصية الثانية اللي هي عليها اختياركم أنتم، هي اللي تختاروه. أجمع في جزئية معينة قبل نقاش في الحكومة، لأن طبعا نظام النواب منتخبين على الدكار ومنجرين، أجمع قاعدين الكراسي يسخنوا في كراسي ومنبوش واحد يزعل من الكلام الحقيقة، وهذا مجلس النواب، مجلس النواب ضروري يكون فيه توافق. نحن في قرارات طلعا فردية ما تكلموش عليهم، قرارات طلعا من القاعة تكلموا عليهم وبيعودوا تفوت عليهم. نحن عندنا إشكالية، نخضعوا القاعة ونخضعوا القوانين. نحن قرار درناه من قبل قالوا لا 40 نائب وقعوا، نحن وقعنا 60 نائب. نبدأ تو نصوتوا هل جلسة صحيحة أو غير صحيحة، بعدين نخشوا برامج الحكومة. لكن نقعد نحن يا جماعة قرارات يطلع فردية ونحن متصوتين هنا أن أي قرار يطلع ذو القاعة. نحن الناس الرئاسة مش محتفي بينتو، أعطيتوه أسماء في الترتيبات المالية فردية، نحن المفروض يتفقوا ونطلعوهم من القاعة يقولوا بلاش، حتى نحن احترفنا وخلاص وتمام. نحن من ناحية نقول لا، ما فيش من ناحية تقول هاك اسماء بذات رسمية ترتيبات مالية، ما عندناش علم منهم بكل الأسماء، وطول نخشوا في حكومة ونخشوا في محاكم ونخشوا في يا جماعة. الكلام هذا ما وجه حد، مالناش بعد كلام، معناتها احنا راه منتخبين، ما جيش نسخنوا في كراسي والله نرفع ايدينا ونعدوا، يا تبونا نحكوا ونراجعوا بعضنا ونتفقوا نمس النواب يقعد واحد، نقعدوا واحد، يا قولوا لا والله انتوا رقدوا انتوا قرارات نحن خلينا نريحوا هذا وشكرا. الحاج بدر النحيب اللي ماشي اللي مقعمز في صالة الاجتماعات الصغرى في وزارة الخارجية الروسية ويطلب التدخل الروسي في ليبيا، وهذا تاريخ، يعني ما أحكيش، هذا تاريخ مسجل ومسطر. واللي أيدوا العدوان على طرابلس، واللي والقرارات، وانتم شفتوا الحمد لله هذه باعترافاته هو أن في قرارات فردية تطلع من مجلس النواب، وقال لك احنا مانا جايين نسخنوا في الكراسي، ينساهموا في تشكيل الحكومة، يا مانا جايين نسخنوا في الكراسي ونرفعوا في ايدينا بس، وحتى الأسماء اللي تمشي حتى في الترتيبات المالية لازم يكون عندنا فيها رأي. السيد بدر النحيب ومن على شاكلته يبوا طبعا حكومة دبيبة حاطين فيها أشخاص، لكن ضربوتهم ما يلعبش. اليوم يا أخواننا كلامنا واضح جدا،
هذه مجلس النواب قال لكم احنا ما فيش حكومة الشك اللي ما يكونش عندنا فيها، انت شن علاقتك يكون عندك فيها اسماء؟ انت رئيس وزراء جاب اعطيته ثقة هو يمشي يدير حكومة، تدخلكم في تشكيلة الوزارة سبب لخبطة، وتدخلكم في وضع الوزراء والوكلاء يربك الحكومة، خاصة ان الجهوية والقبلية يا ريتها هي القصة قائمة على الأحزاب. طيب لما الموضوع قائم على الأحزاب معناها بيتكلم على كفاءات والعمل الحزبي معروف، ما فيش إلا قبيلة إلا واحد. لكن أنتم أنا عندي بمنطقتي دكاترة وكذا، يا رجل هي منطقتك، تحني ما عندناش مانع الحكومة تكون من منطقتك كلها، لكن يكونوا أكفاء وما تكونش بالطريقة هذه. تحني ديما نرددوا فيها ما عندناش مانع أن الحكومة تكون من شارع واحد، لكن يكونوا أكفاء ويكونوا مخلصين ويقودوا البلد إلى الأمام. لكن يا سيد بدر النحيب، إذا أنت أدائك في البرلمان عبر هالتسع سنوات اللي هي أطول فترة واللي ما تبوش تسيبه بكل، وبعدين فوق منها تبي يكون عندك يد في صناعة الحكومات، شيء غريب عجيب. لما نتكلموا علشان ونحط لكم هذه المقاطع علشان نوري لكم العقلية اللي يفكروا بها أعضاء مجلس النواب، يعني إذا كان السيد بدر النحيب يوم لي تسع سنوات وهو مقعمز في الكرسي وما زال يبي يقعد وقال لك احنا عرفناها والله ما انا مسيبينها، وحتى لو في انتخابات تانية تو عرفنا السر وعرفنا الطريقة وعرفنا كذا وحنخشوا فيها ونهاركم للدور فيها، في هذا بالله تعطي فيه ثقة يجيب لك؟ لو انا اناقش جدلا بس علشان نوضح لكم العقلية اللي قاعدين يفكروا بها اعضاء مجلس النواب، اللي انتم شادين احياشكم وقاعدين في احياشكم وما تبيش تنزلوا للشارع علشان تسقطوهم، وبعدين تجوا تشكوا من الوضع وتشكوا من، وللأسف تنتقدوا في ناس قاعدة تخدم وأنظف من نظافة نفسها وقاعدين يبذلوا في مجهودات يعلم الله به، وانتم تجوا للناس الكويسة تشوهوا فيها والناس اللي خاربة البلاد قاعدين تجاملوا فيها، صراحة شيء يدره الكبد. هذه هي العقلية اللي ما تبوش تطلع عليها، وهذه هي العقلية اللي ما تبيش الانتخابات، وهذه هي العقلية اللي مكرشة في السلطة، وهذه هي العقلية اللي قال لكم عليها بتيلي يطلب ويتقاسموا الكيكة، وهم مش جاحدين، قال لكم ايه نبوا نتقاسموا الكيكة وما فيش حكومة تتشكل اللي احنا عندنا فيها. هي اعطينا العملاق الاخر والله خلينا نكون اكثر صراحة. بالفعل ما تكلم به السيد بدر يعني كلام منطقي، تو نحن خارطة الطريق بيصوت عليها، نحن نشوفوا المجموعة 42 بيصوت عليها نضدهم عكسهم يبقى، فخلونا نتفقوا قبل في الجلسة اللي صاير عليها اللغط، يا إما تكون جلسة صحيحة ولا غير صحيحة، بعدين نطلقوا في موضوع خارطة الطريق، وبعدين خارطة الطريق نحن عليش نفذ في خارطة الطريق وقوانين الانتخابات مش متفقين عليها نحن، ما زال فيه مشكلة في قوانين الانتخابات، عندنا فيه المشكلة عندنا عليها الملاحظات، كيف نبغى نطبقوا خارطة الطريق وقوانين الانتخابات مش مسويت عليها في مجلس النواب؟ فرجاء خلونا نصفوا وضع مجلس النواب قبل. وبعدين ننطلق خارطة الطريق ولا الانتخابات ولا لا. شكرا. هذا يعني مجلس النواب الآن القرارات فيه تخرج بطريقة فردية، القرارات تخرج بطريقة غير شرعية، يعني هذا مش كلاميني هذا كلامهم، قال خلينا احنا نتفقوا، لأن الجلسات اللي يديروا فيها جلسات غير شرعية. لما وصلوا في وعليه الصوت وبدينا خلاص يعني وصلوا في مجلس القضاء وصلوا في المحكمة العليا وصلوا في السلطة القضائية و و و الآن الوضع زي ما تشوفوا فيه. لكن خلينا نمشوا لمعجزة أخرى موجودة في مجلس النواب واللي بيعطي السفراء الدول كفوف، ترى نشوفهم. لكن تضحكوا علينا كلما نصوا يجي يقولوا المجتمع الدولي، لا والله المجتمع الدولي طز معمر شرط الكتاب في الأمم المتحدة وعزق على جيوب وقال كذب كله كذب، فعلا كله كذب الكلام، لا مجتمع دولي لا عدبوا سفراء لا لبوا البتيلي هذا ينزل لنا هذا في برقة حرقة تحرق نحن نحل بشكل مروحنا. يا رب أنا مستعد أي سفير الزالة نضرب كفوفه تعتب يضرب كل شيء والله، ولا الزالة
فرساوي دي تظل يهود نصارى. لن يرضوا عليك اليهود النصارى حتى تتبع ملتهم يا أخي. نحن عرب مسلمين واحد الله ورسوله، كان محليش مشكلتنا برواحنا. خلوا الأمور نحن أكيد ركحوا في المياه الراكدة يا جماعة، خلوا كل قليم يهدى. ريتو قال لك احنا عرب ومسلمين عادي نمشوا نهجموا على طرابلس، نقتلوا ناسنا، ندمروا أهلنا. زميلتنا سهام سرقيوة تخطف وتقتل وما نتكلموش عليها، كل يوم الخطف والقتل عادي جدا. هذا احنا مسلمين وعرب عادي، لكن باتيلي اللي كشفهم واللي قال ان هذيهم يسعوا لتقاسم السلطة، واللي قال لهم ما فيش حاجة اسمها لا خارطة الطريق لشيء في انتخابات، طبعا شخصية يعني ما نعرفهاش بسليمته، والله ما نعرف حتى على اي دائرة هذا نايب، لكن يقول برقه بيضرب السفارة كفوف. يعني مش عارف طبعا بصراحة، يعني اللي منتخبه اللي مصوت له، هل جاي بالتزكية، هل مصوتين له، والله ما نعرف. لكن هذا مستوى مجلس النواب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا رد لقضائك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا ربي. لطفك بليبيا اللي هدي النواب يعني شيء يحشم. الشباب يقولوا لي الوقت أزف على الانتهاء، لازم نتكلموا على موضوع مجلس القضاء، وتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت ووريناه بالصوت والصورة، وما اعتقدش ان في ناس تكلمت على مجلس القضاء اكثر من نحن. وراني نقول لكم احذر للأسف صمت كبير جدا من قبل رجال القانون والقضاء حول الخطر اللي تتعرض للسلطة القضائية من الانقسام ومن المؤامرة الكبيرة الاستخباراتية لشق صفها. وهاكم شفتوا يعني لما قعدنا نعيطوا من قوانين عقيلة صالح بإنشاء المحكمة الدستورية وتغيير المحكمة العليا لمحكمة النقد، القصة المعفنة وتكليف مجلس قضاء اللي حكينا فيها الحلقة اللي فات مش هنعاوده. هاكم الآن كل يوم تشوفوا الخطر، وأنا أحيي كل الرجال الشرفاء اللي قاعدين يتفاعلوا مع الموضوع واللي قاعدين يتظاهروا، لازم نحييهم في كل حلقة، لأن رغم قلتهم لكن الوحيدين اللي نفضوا غبار السلبية واللي قاعدين يناضلوا من أجل استقرار البلد ومن أجل أن تجرى انتخابات ومن أجل منع الحروب. الكلمة الأخيرة لكل الناس، راهو تستيف الكلمات ورص الكلمات لا يغني من الحق شيئا، وراهو خروجك في الإعلام لتظن أن الناس نسيت فيفتح ربي. واحد قاعد يطلع في الإعلام ويتكلم عن البنك المركزي، ما هو أنت البنك المركزي يوم الأيام كنت مستشار مع المحافظ وقلت فيه كلام شعر ونثر من أغرب ما يكون، لأن وقفوك قلتك الحكومة هذه، وهذه لأول مرة نقولها، أنت مشيت لعزايز آل دبيب، تحياتي لهم جميعا، مشيت اين عم وانا مسؤول على كلامي، مشيت للعزايز تطلب ان عبد الحميد البيبي يوطفك معاه، لكن لان عبد الحميد البيبي يعرفك ويعرف طبيعتك رفضك. مشيت مع قعميزت مع العزايز، عيب. وصلتوا انكم ماشيين تترجوا في عزايز آل البيبي الكرام، اللي أنا والله العظيم مع احترامي الشديد وتقديري الشديد والله ما نعرف نمحوش إلى حد الآن، لكن أنت مشيت قعمزت مع الحاجة فلانة إن تقنع خوها ولا مش عارف مهندس عبد الحميد بيبة إن يعينك معاه. يعني كمان تحس
تحشموا يا راجل، تحشموا عيب. ليبيا حارتنا ضيقة ونعرفوا بعضنا يا راجل. واليوم جاي تتآمر وتظن أن رص الكلمات والخروج في على المباشر وحيأثر في الناس وانية واتحان يا راجل، راهم نزيدوا نطلعوا خبر لا طاقة لكم به، رانا نطلعوا عار لا طاقة لكم به. كل واحد يوقف في مكان، خلوا البلاد تستريح. أنا ليس دفاعا عن المهندس عبد الحميد ولا عن الحكومة، لأني بالعكس أنا أي واحد يغلط انتقد الأداء متاعه، هذه الحرية، هذه فبراير. لكن أنك بتطلع فيها السيد المسيح وتطلع فيها أنك ضحية وأنك حريص على الوطن، يا راجل تحشم يا راجل، يا راجل يا راجل يا راجل، حارتنا ضيقة ونعرفوا بعضنا يا راجل. ولذا أنا قلت لكم معركة وعي هذه اللي عدم تغييب الوعي، لأن هذين اللي يطلعوا والكلام المعسول والكلام الحلو حتى يسحروا الناس، وحتى لكن احنا قاعدين لهم بالمرصاد، وما فيش إلا الانتخابات، ولن نطالب إلا بالانتخابات. وبعدين غير ردوا الملايين اللي صرفتوهم بعدين تو نتفهم. هيا تصبحوا على خير.